محمد بن قريع تستمر الانطلاقات والتحديات من هنا من على أرضية هذا الميدان، شوط ويتلوه الآخر وينطلق بحفظ الله ورعايته. الشوط الأول الرئيس المخصص لفئة الإنتاج والمنتجين لأبناء القبائل مع سن الحيلي والزمول، وهذا الشوط مخصص لفئة الحيل. نتمنى التوفيق لكل المشاركين. إذن 13 اسما وستة كيلومترات. سوف أيضا نسرد لكم الخمسة المراكز الأولى لنكشف لكم أسرار هذا الشوط وما سيدور من حكاية سوف أرويها لكم، وتكون خاتمتها بإذن الله تعالى هو خط النهاية وخط الفيصل. البداية مباشرة والصدارة والمركز الأول، وأول من تنطلق معنا في هذا الشوط مع بداية هذا الانطلاق كما تشاهدون هذه الشعارات الجميلة التي تزين أرضية هذا الميدان. الكل منهم طامع وطامع بانتزاع الفوز والناموس في هذه الرياضة وفي هذا العالم الساحر، عالم رياضة سباقات الهجن. البداية مع الفائز للسيد حمد بن راشد بن شابل، يتقدم مع الفائزة على المركز الأول. نقلتنا للمركز الثاني، نشوف نتابع اللي على المركز الثاني. برقية للسيد راشد بن بخيت بن مقارح ينطلق مع برقية إلى المركز الأول. أيضا الوالد راشد بن بخيت بن مقارح يتابعها في هذا الشوط ويقودها في عملية التضمير والملكية، بينما المركز الثالث، المركز الثالث الواصلة هملولة للسيد محمد بن سعيد القريوي ينطلق مع هملولة على مستوى المركز الثالث، بينما المركز الرابع المركز الثالث إذن ذكرناها بكرة القريوي على المركز الثالث. المركز الرابع، المركز الرابع الواصلة والمنطلقة على صعيد المركز الرابع. شوط إذن ينقسم إلى قسمين، ثلاثة مراكز أولى اندفعت اندفاعة جميلة، بينما المركز الرابع من هناك أيضا من تقود المجموعة الخلفية شعاري بن نايفة يصل وينطلق مع الدانة للسيد عبد الهادي بن حمد بن تريحيب بن نايفة الهاجري، بينما المركز الخامس القادمة والواصلة قطنة للسيد صالح بن محمد الزقيبة. هذه مستمعينا الكرام الخمسة المراكز الأولى، الخمسة نجوم التي أيضا نتابع معكم على أرضية هذا الميدان. خمسة نجوم وخمسة أسماء قوية جدا، وما بعد الخمسة شوف أيضا شعارات ممتازة واصلة وقادمة مع هذا التحدي الممتاز. العودة إلى الصدارة، العودة إلى البداية وإلى المركز الأول حيث الانطلاق وحيث التحدي، مع اندفاعة شعار بن شابل ومع انطلاقة الفائزة. حمد بن راشد بن شابل يسير بمقدمة هذا الشوط، يسير بالمركز الأول مع تحدي الفائزة، بينما المركز الثاني من تحاذيها، شوف يا سلام، شوف يا سلام، ثلاثة مراكز على موقعة واحدة على خط واحد تسير كلها جنبا إلى جنب، تحاذي كل منها الآخر مع هذا الانطلاق الممتاز، تتبادل على المركز الأول، ولكن المركز الأول لواحدة فقط من هذه الأسماء من الثلاثة عشر من واحد فقط سوف نهنيه بالمركز الأول. العودة إلى الصدارة، إذا نشوف التغيير الذي طرى وجرى مع هملولة. محمد بن سعيد القريوي غير إلى الصدارة مع اندفاعة هملولة على المركز الأول، ولكن شعار أبو بخيت يصل وينطلق مع اندفاعة برقية. راشد بن بخيت بن مقارح ينطلق مع المركز الثاني مع اندفاعة برقية، بينما المركز الثالث تصل وتنطلق الفائزة.
للسيد حمد بن راشد بن شابل ينطلق مع الفائزة على مستوى المركز الثالث. المركز الرابع، المركز الرابع وصلت قطنة، وصلت قطنة، ديروا بالكم، ديروا بالكم من قطنة الواصلة، شعار التزام، شعار أيضا حقق نقطة مع توقيت زمني والعصاقوس، شعار أيضا بنقطفة، ولا هذا شعار أيضا، شعار الزقيبة، صالح بن محمد الزقيبة مع اندفاعة قطنة. إذن هذا هو شعار التزام، صاحبة نقطة في أشواط الإجذاع والعصا في الأبطان، يسير مع قطنة، يسير مع قطنة على المركز الرابع، بينما المركز الخامس الدانة قادمة، عبد الهادي بن حمد بن تريحيب بن نايف الهاجري يصل وينطلق مع الدانة على المركز الخامس. هذه الخمسة المراكز الأولى مستمعينا الأفاضل، ولكن العودة إلى الصدارة، إلى البداية وإلى الثلاثي المرح الذي يسير جنبا إلى جنب، يسير والكل منهم يترصد لتحرك الآخر مع اندفاعة الثلاثة المراكز الأولى الفائزة، الفائزة وأيضا هنالك أيضا برقية وأيضا القادمة أيضا هبلولة، الفائزة وبرقية وهملولة على المراكز الثلاثة الأولى، تسير كلها بالصدارة وبالمقدمة. يا سلام، شعار حمد بن راشد بن شابل وشعار السيد محمد بن سعيد القريوي وأيضا شعار بن مقارح راشد بن بخيت بن مقارح، ولكن تتقدم هنا الفائزة للسيد حمد بن راشد بن شابل، يتقدم الجميع مع اندفاعة الفائزة وعليها الرقم واحد، وشعارك ممتاز يا بن شابل، نتمنى لك التوفيق ولأقرانك المشاركين. شوفوا تابع المركز الثاني، برقية واصلة وقادمة برقية، راشد بن بخيت بن مقارح الوالد، يا سلام، بأيضا بخبرة السنين الطوال، بخبرة السنين الطوال يسير راشد بن بخيت بن مقارح أحد فطاحلة المضمرين، مضمر عملاق أدى إنجازاته في الأشواط المفتوحة وفي الأشواط العامة مع الرموز، مع السيارات ومع الأشواط الحساسة. راشد بن بخيت بن مقارح، من لا يعرف هذا الاسم؟ أبو بخيت يسعد لي مساك، يسعد لي مساك ويسعد لي مساء الجميع في هذا أيضا التحدي الممتاز. شوف القريوي، شوف هملولة بدأت أيضا بالحركة، محمد بن سعيد القريوي ينطلق مع هملولة على صعيد المركز الثالث المركز الرابع. ديروا بالكم من قطنة، ديروا بالكم من قطنة، صالح بن محمد الزقيبة واصل، واصل 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 وقادم مع هذه البطلة اللي هي قطنة، قطنا أيضا صالح بن محمد الزقيبة وكيلو ونصف الكيلو على خط النهاية. المركز الخامس الدانة تحركت على خامس المراكز للسيد عبد الهادي بن حمد بن تريحيب بن نايفة، ولكن العودة إلى الصدارة مع اقترابنا من كيلو الحسم، كيلو الانطلاق، كيلو السرعة، هنالك الكيلو متر الأخير بقيادة هملولة، باندفاع هملولة محمد بن سعيد القريوي يتابعها، شعار العجمي يتابع هملولة في هذا الشوط، تتصدر الجميع، بدت أيضا بالحركة، بدت بالاندفاع والانطلاق، تباعد المسافة وعصاتها في بطانها، عصاتها في بطانها أيضا مثبتة يا سلام في البطان مع هذا الانطلاق الممتاز. الكيلومتر الأخير، الكيلو الخطير يا القريوي يا العجمي مع اندفاعة هملولة، مع انطلاق هملولة، شعار بن شابل ينطلق على المركز الثاني مع الفائزة لسيد حمد بن راشد بن شابل، وأيضا القادمة برقية راشد بن بخيت بن مقارح، قطنة على المركز الرابع، أطلق العنانة لقطنة يا أيضا يا الزقيبة، يا الزقيبة نريد أيضا قطنة أن تعود إلى مستواها المعتاد التي عهدناها عليه، قطنة قادمة، قطنة قادمة يا سكان المقدمة، قطنة قادمة، قطنة قادمة صاحبة الشلفة في العام الماضي في سباق الأمير الوالد، صاحبة شلف الانتاج في رصيدها رمز، نعم في رصيدها رمز، قطنة تنطلق على المركز الثاني، والعصاقوس، العصاقوس، العصا كانها تسلم على الغارب الأصيل، ما تحرك لين تصل على خط النزاع، ولكن القريوي عيا على المركز الأول مع اندفاعة هملولة محمد بن سعيد، القريوي أيضا بنقطفة على المركز الثاني، الزقيبة على المركز الثاني، المركز الثالث بن
بن شابل، ولكن هناك الصدارة، الصدارة مع هملولة محمد بن سعيد القريوي، ينتزع المركز الأول، ينتزع الناموس بدون منافس على الإطلاق. سلام القريوي، سلام سلام هملولة، سلام على هذا التفوق الكبير. المركز الثاني، المركز الثاني برقيلس سيد راشد بن بخيت بن مقارح، المركز الثالث الفائزة لحمد، المركز الثالث قطنا لسيد صالح بن محمد الزقيب.